السلام عليكم الاحباب، ان شاء الله تكونوا قاعد بالبيان قاعد على بالكم باللي اليوم طلقونا اليوم الهجري الصحي، اول نهار تاع الهجري الصحي يا خوتي اللي طلقونا فيه لوكات ماي خوتي. اليوم رانا لوكات ماي طلقونا طليان حالنا باللي غادي نقدروا نخرجوا. شاب الواحد يقول لك وشي بالبركه كاع ليكم، انا فرحانين ليكم، انا الحمد لله يا ربي بصح مانيش فرحان يا خوتي. نقول لكم علاش مانيش فرحان، على دروك راني برا خرجت والحياه راهي متبدله كاع، ما خصك باش الحياة تعاود تروبرينا من عاود من جديد وتعاود تولي كيما قبل. صحيح يطلب وقت، طلب الوقت اللي قعدت في الدار الثاني غادي يطلب وقت كيما اللي غادي تخرج تما واحد الشهر ولا شهرين ولا 3 شهور عاد باش الناس يقعدوا يرجعوا لبرا ويقعدوا يدوروا وكاع. الدورة راهي خاوية، حلوا البيضة رامي نقوا ويسقموا في رواحهم. الدواء بصح خاوية، تحسبوا رمضان تاع الصح، بابو تاع ميلانو هيا طلع. خويا انت هذيك الشهر قل هذاك الشهر وين مره كنت بابا والله العظيم وين ما كان كوفي الاول شهر يا قديره. والله الحمد لله راني فرحان من داني قال فرحان. والله انا ماني فرحان يا ولدي. ماشي فرحان قال هذه الاثنين وين تا. والله ماني فرحان يا خوتي. والله يا صاحبي هما يقولوا الاثنين هالاثنين يا صاحبي طلت صباح من تلاقيت الوطن. اشتك اليوم راك مبكر ها؟ راك مبكر اليوم. لا صباح طلت من تلقيت الوطن بزاف قلت يا عرفان هذه شوف الناس مازالهم بالعين على ارواحهم مصطفى ما كانش اللي يخرج كاع. لا انا قلت زعما شويه وفي الجزيره انا غلقوا كلش. والله اليوم ولا غادي يغلقوا كلش. الله يجيب الخير وصاي. اي بصح الشاميه طاحين عليا زلابيه بانو وراي بالله غلقوا صاي يطلق بالسيفي صنع في الدار وخلاص. والله العظيم شنو يدير؟ بصح فرحت اليوم راك قالت مصطفى. راح حنايا ما نسهر انا هنا في الدار ما نخرجش قال لك صنع وليت خطره مره نصنع الشاميه. صنع زلابيه ما خرجتلاش بس تقعد. الشاميه ما خرجتلاش. سميد رقيق. تقول لي سميد رقيق. حوشت كاع ما تلاقيش رقيق. حالة السوفرية. بين تلاقي يصنع زلابيه بين تلاقي يصنع الخبز ولا شي. لا مطلوع خرج لي يصنع زلابيه شاميه لا حول ولا قوه الا بالله بين تلاقي يصنع كل شيء اليوم. ياكل حطها لكم هنا السيترو وكاع من فوق السيترو تاع خرج خرجها. أقول سيبت لكم التصوير أقول حطنا لكم هنا باش تشوفوها سيبتها لي في الواتساب سيبتها لي صح هذه خرجت ورينا هذه شو معجنها شوية كيكة تكون كيكة سيبت لي تصاوير ونحطها لهم باش تشوفوها والله العظيم كيكة خرجت. الحجر الصحي شدر فينا يا خوتي خوتي مصطفى نفحتوا ياه ايوا بسم الله غادي تفوتوا معنا النهار تاع اليوم على بالناش كي غادي يفوت. والله العظيم بدينا كيما هاكو صايم على بالناش كي غادي يفوت غادي تفوتوا معنا انتوما نشوفوا غادي. انا خممت في واحد الصوالح نديروهم ونعلمو لله ان شاء الله بربي تشوفوا معنا النهار تاع اليوم وتشوفوا معنا كراهي دايره الدعوه. باش رانا ندورو اخوتي رانا ندورو نحوسو نشوفو الدواء كراهي رانا نولفو شويه الدواء دروك شويه بدات تنطلق روحنا للبحر درنا شويه مشينا شويه على كراهينا. سلام والله ما عرفتها شكون اللي قال لي سلام واحد اللي سلام والله ما عرفتها كيما قال الحال. انا ندور اخوتي رانا نشوفو الدواء كراهي تمشي وكاع الدواء راهي كيما نقولو مازال راه القيفار حنا نعيطو لها القيفار مازال راه كاين القيفار. الشعب شويه خايف وما يشي يخرجو كلشي مبلع بريس نورمالمون اليوم كلشي حل راهم حلين بيتزيريات حلوا البيران الحواني تحلو بريس حلو بريس كلشي حل بريس شي كاع بصح بريس كلش حل. جينا هنايا دروك شرينا شويه صوالح باش نطيبو بوش اون بيرسو معاكم في الميدان راه شير بوراك ها هو جاب البوراك فيها بوراك اليوم ان شاء الله بربي اليوم فيها بوراك مصطفى ها اليوم فيها بوراك ها نجيب لك بوراك قال لك كاين مسلوق كاين مسلوق وقال لك نورمال كيفاش هذا مسلوق؟ كي داير هذا مسلوق هذا؟ والله ما على بالي هذا تاع اورو 50 اه باقي ها هو البوراك مسلوقة تاع هاهي عيطوا لها مسلوقة احنا نعيطوا لها بوراك اخوتك مسلوقة لا ماشي قصدها مسلوقة هما في الجي عيطوا لها مسلوقة احنا في وهران نعيطوا لها بوراك احنا في الغرب تماك نعيطوا لها بوراك قصدي اللي كاين نوع وداخل واقيلا دي اورو كاين واحد اخر واحد النوع واحد اخر شي مليح كاع تاع وراقك لا راه زيد الماء مصطفى راك فرحان؟ كيما 10
ان شاء الله بقى. والله انا بس طبعا حسيت بيه اللي راح فرحان، على بالكم كان مغبون ومسكين. اروح نقول لك، اروح نقول لك والله لا كان مغبون ومسكين والله. كنت بساعة شوية كنت ماشي اشوفه. روحت في بلاصتي شهرين يا معينك، شهرين ما حسنش مسكين، اللحية تغوفل كلش تغوفل. شهرين بزاف يا صاحبي. والله لا كلش تغوفل مسكين. شوفوني على بالكم. كلش مغلوق كلش. هذا انتم خليناش نديروا فيديو تاعي ولا كيف؟ والله لا شافوني شتا اليوم فرحان وما قلبه يضحك ويمشي. قال لي هي اللي طلقونا هذا مكان. قلت له اي مرنكا. قال لي او ما يطلقونا من بعد كل شيء يبان. هي اللي طلقونا ما نقعدوش في الدار وصاي. اكشف هو كان فرحان يراهم يشرو في البيتزا ويدخلوا. الناس خرجت شويه دروك، بدات الناس تخرج. اصحاب لي بارهم يخدموا. صاي بداوا يحلوا بصح ماهمش يخدموا، حلوا. وحنا البحر تلاقيناهم يوجدوا اصحاب البحر. كوما ما راه فرحان هو. قلت له وجد روحك واش تخدم هذا الصيف في البحر. وما مرة فرحان هو شو يدير هذا الصيف غادي يتوجد روحك ان شاء الله بربي في البحر ان شاء الله. والله نطلبوا قبل العيد يديروا علينا ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله بربي ان شاء الله بربي. يجي خوك رمضان راه جمعه جايه زو سيمتين رمضان ما بقاش بزاف كما قال الحال اخوتي. كملوا معنا في الفيديو ان شاء الله بربي غادي يكون في العيد جبتك. غادي يضربوك وين بيها مصر؟ وين بيها؟ شريت الحليب شريت كلش. حليب بولاك عصير زيت اوكي. نفطر معاك؟ ان شاء الله مرحبا باذن الله. قال لي فيها الخبز راه شعركم داير كيما الخبز 13 خبزه مطلوع. لا هذا البارح طيب نمشي 10 اي خويا غادي يجي معاك يجي معاك نفطر اليوم مع اللاعب شي اليوم ان شاء الله بربي. بصح غادي يكون فطور سبيسيال، غادي يكون فيديو ان شاء الله بربي سبيسيال اخوتك. غادي نديرو فطور ان شاء الله بربي، غادي نديرو في البحر، غادي نديرو في البحر، غادي نديرو طاو السربيتات وغادي نديرو في البحر انا ومصطفى واحد خونا ثاني من روما غادي يجي معنا ثاني واحد خونا صاحبي غادي يجي وغادي نديرو فطور في البحر ان شاء الله بربي ان شاء الله باذن الله ان شاء الله بربي. هيا خطره خطره نفطروا عندكم. اجواء الايطاليه معكم في الميداني. والله صافا شوف هاهم فرحانين ولادي. والله لا راه الشعب لا يدور صافا 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 يبداو يخرجوا اليوم كاع صافا صافي. الجزائر غادي اليوم يغلقوا. اليوم يغلقوا ولا اليوم يحلوا في صراحه الجزائر؟ لا ما اليوم يحلوا يغلقوا يغلقوا خير نقسم لك بربي. علاش يغلقوا صافا؟ ما عندناش مشاكل حنايا في الجزائر. زاد المرضيه تحكم والله. وتشوف يا فؤاد تخرى شاميه عليها لاشر سلبيه. وشو باه دير يا مصطفى انت؟ حنايا على بالك بلي في رمضان رمضان كيما سر رمضان كيما هكا. كاينه واحد المراه هنايا عندك اخوتي، هذه المراه عندها ذاك الكرافان سموه لوسينتوم، تصنع ليه كادر وعايشه فيه ذاك الكرافان هذا وتصنع ليه كادر تبيعهم. انت تحكي لي على الجزائر مصطفى، على بالك باللي الجزائر هي كيما هاك. واحد المشكله تاعنا دروك حانوت فيه سلابيه قد ما يدك فيه 700,000 بنادم فهمت، وهم على بالهم باللي غادي كاع ندو يبقى ولاشين عليها. شبيه دير اليوم علاه فتحوها قبل عندك الساعه فتحوها بصح زاد عليها غلقوها. قال لك البياني راهم يدوروا البارح شد فيديو عندهم في غادي نخليه لكم هنا هذا الفيديو غادي تشوفوه. هنايا شحال من واحد يقول لك لا بياريهم يضربوا كاع. عندهم الصح عندهم الصح. البارح شفت فيديو خوتي البياري يقول واحد نديروا ليه بومب. مت بالضحك لا تلاقيتها نديرها نحطها لكم. مت بالضحك قالوا لهم ديروا 100 حبات على ليه بومب. عندهم الصح البياري تاعنا مسطحين كاع والله لا مسطحين. استغربت لهم ربي معاهم ان شاء الله بربي يا خويا. هي ربي معاهم دايرين معانا بصح شويه خص حنايا ايه خصك القانون تطبق. هنايا عندك الطلاين كيطبقوا القانون اليوم قالوا لهم ما تخرجوش بزاف وكاع عندك راهم يطبقوا في القانون هنا ثاني كاخويا العزيز. القانون خصك تطبقه في بارتو في اي بلاد اخويا في اي بلاد خصك تطبق قانونها. والطلاين اضطروا باش يصنعوا بيزا في ديارهم ويصنعوا مقارن في ديارهم ويعجنوا في ديارهم. ايه ويديروا كلش في ديارهم الخميره ولاش تبقى هنايا خاطرش الشعب ولا يدير كلش في داره. سبع القادي جلابيه شاميه. والله هذه حاجه باينه يا خويا. بزاف. ان شاء الله. هذه حاجه باينه خصك اي بلاد تطبق قانونها. اي بلاد تطبق قانونها، القانون على المجتمع. نيشان ولا ماشي نيشان مصطفى؟ اوكي باش لازم احترام القانون. باي باي. باي القانون. ايه نورمالمون احترام القانون، تحترم القانون، تحترم المسافة، ايه كلش تحترمه، احنا اللي احسن للعون، كاين بعض الناس يا خويا ما
والله علاش الفيديوهات مصطفى خويا مسمي محسوب. روحت شريت انا وياك دروك هاياك عند الباب واو. يدخل واحد من يخرج الاخر يدخل الاخر عادي مشي. هي مشكله كاين بعض الناس تحسن العون طاف علاش تحسن العون يا مصطفى خويا كاين بعض الناس ما يقدروش يريحوا في ديارهم سواء هو القانون اللي حطوه لهم في الجزائر تسمى السبعه تاع الليل سبعه تاع الليل وقت الرقاد سواء هي جاتهم على رمضان وفي الجزائر موالفين وفي رمضان يخرجوا من الفطور. اي صافا دير من الفطور تخرج تصلي التراويح وتخرج دير قهاوي وكاع. ايوا تخيل احنا جاتهم صعيبه شويه. تخيل حنايا على بالكم حنايا رانا فوتوا نهار انا عمري في حياتي ما فوت رمضان في الدار. كاين الناس موالفين يريحوا في رمضان في الدار. انا في رمضان حياتي كومبلي نخرج برا. اهو مصطفى نخرج من الصباح ما ندخلش حتى الليل. وهكا اي تخيل احنا ما عندنا لا سبعه لا ثمانيه لا والو تقعد في الدار كاع النهار كومبلي هنا في بلاد كوما صافا من سبعه لسبعه يعني تقدر تخرج تشري تقضي صوالحك تشري تبيع كاش حاجه تشري. صحة فطوركم اخوتي في هذا رمضان هذا بوريكا وانا نروح نطيبوا البوريك تاعنا يا اخوتي وان شاء الله فيديو واحد اخر غادي نديروه الخطره الجايه ما على بالناش. صحة فطوركم خوتي صحة فطوركم وتهلاو في روحكم.